شعبانه وده افلوبيا نايس نشر الثقافه النوبيه. احنا بنعمل حاجات كتير قوي نشر بيها الثقافه بتاعتنا، بنعمل ورش تعليميه وبنعمل حفلات وبنعمل ندوات وبنعمل مهرجانات. النهارده بنحتفل برمضانك نوبي للسنه الثالثه على التوالي في بيت السناري، بنركز فيه على المديح النوبي. كل الناس عارفه الاغاني الصوفيه، بس السنه دي بنعرض الاغاني الصوفيه النوبيه. معانا ثلاث فقرات، الفنان امير حجازي والفنان محمد يوسف والفنان محمد سليمان ابو داوود، وشرفتنا طبعا فرقه نوبي نور العالميه كفرقه استعراضيه. عاملين على هامش اليوم معرض مشغولات يدوية نوبية، وبنقدم للناس مشروبات نوبية بنرحب بيهم في اليوم. مهرجان سنوي اسمه ايكيدولي، ده مهرجان في حب مصر بتعمل كل شهر اتنين. وبنعمل برضو مهرجان اسمه مهرجان اراجيت، بنركز فيه على الرقص يعني اشهر رقص نوبيه اللي هي الاراجيت طبعا. وبنعمل برضو ورش تعليميه زي ورش تعليم الوليل وورش تعليم رسم الحنه، اي حاجه فيها حاجه هاند ميد للنوبيه احنا برضو اللي بننظمها. احنا بنركز ان احنا نعمل اي حاجه ليها علاقه بنشر الثقافه النوبيه بتاعتنا.